بحضراتكم من جديد. طريق الاستعداد لقمة المناخ كوب 27 في شرم الشيخ أكيد طريق كان مليان بالتحديات، إنه نشوف مدينة شرم الشيخ مدينة السلام اللي العالم كله يعرفها بهذا الاسم تحولت لمدينة خضراء، أكيد كان وراها كتيبة كبيرة من العمل، ويعني أكيد ما كانوش بيناموا الليل مع النهار علشان النهاردة نشوف صورة مدينة شرم الشيخ بهذه الصورة، لدرجة إنه الناس على مواقع التواصل الاجتماعي بتقول إنه اللي كان عنده صور لمدينة شرم الشيخ ما بقتش هي دي المدينة اللي انتوا تعرفوها. المدينة اتغيرت بشكل كبير جدا، المدينة بتستقبل عدد كبير جدا من كل المعنيين بقضايا المناخ علشان يحضروا فعاليات كوب 27، استقبال لعدد كبير جدا من رؤساء وملوك وزعماء العالم علشان يحضروا قمة المناخ. الحقيقة انه كان تحدي كبير، مسألة سياحة المؤتمرات مسألة مش سهلة ابدا، لكن الحقيقة انه يعني مدينة شرم الشيخ بتثبت انها تقدر انها تستوعب هذا يعني العدد الضخم من الناس، وتقدر انها تستقبل قمم ضخمه زي قمه المناخ. الحقيقه حاجه تشرف وحاجه تسعد يا شاذلي. بكل تاكيد، وفعلا اللي كان عنده صور لشرم الشيخ قبل كده يجي دلوقتي يشوف شرم الشيخ بقت عامله ازاي. الاستعدادات مش بدات مثلا من شهر شهرين، لا، منذ ان تم الاعلان ان مصر هي اللي هتستضيف القمه الحاليه القمه 27 من سنه فاتت في جلاسكو طبعا، وبدات الاستعدادات. كل الوزارات والهيئات المعنيه، الدوله بكل اجهزتها بتقدم كل ما تملك حتى تخرج هذه المدينه بهذا الشكل. كل ده لم يكن ليتم الا بالتيسيرات والتسهيلات اللي قدمتها المحافظه للوزارات المعنيه عشان نشوف الشكل الجميل اللي خرجت عليه شرم الشيخ في المؤتمر. طبعا عشان نتكلم عن كل هذه الامور بالتفصيل، وكاميرا صباح الخير مصر كانت موجوده في شرم الشيخ من اكتر من شهر فات عشان نتابع المشروعات اللي بتتم والمشروعات اللي تمت بالفعل على ارض الواقع، لكن عشان نتكلم عنها دلوقتي بالتفصيل طبعا معانا سياده اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء. سياده اللواء صباح الخير، اهلا بحضرتك يا فندم، والف الف مبروك نجاح المؤتمر. الحمد لله. الحمد لله، انا لازم اشكر ربنا واقول الحمد لله على السعاده اللي انا حاسس بيها نتيجه للناس حاسه بالسعاده. يعني الواحد بذل مجهود جامد وكل حاجه، وبس في الاخر المردود بيبقى كويس، احنا بنبقى سعداء، واحنا بنبقى سعداء عشان الشعب المصري كله بيبقى سعيد. فعلا حجم عمل ضخم جدا اتعمل، تحديات يعني انا لو هشرحها عايز وقت كبير قوي. احنا مبسوطين قوي ان حضرتك معانا علشان نفسنا نعرف تحديات. الطريق لقمه المناخ كان عامل ازاي. طيب، ازاي دلوقتي مدينه السلام بقت كمان مدينه خضراء؟ مظبوط. هو طبعا احنا علمنا بالخبر ان المدينه اختيرت انها لتصبح لتستقبل هذا الحدث العالمي الضخم. بدينا نسال ونعرف هو مين اللي جاي وكم واحد، وعرفنا ان العالم كله جاي هنا. فكان ده اول يعني تحدي احنا بدينا نحطه قدامنا كده عشان نبتدي نشتغل. خططنا طبعا، يعني خططنا يعني الهيئه الهندسيه كانت بتجهز حاجات وبتيجي تتناقش معانا. احنا كنا بنجهز هنعمل ايه؟ طب ما احنا ممكن نعمل حديقه مركزيه 31 فدان ضخمه جدا وكبيره، ويبقى بدل ما عندنا حديقه البيئه بتاعت وزاره البيئه يبقى عندنا حديقتين، وايه المانع؟ طب احنا لازم نجيب طاقه شمسيه. مع وزير الكهرباء كان ليه باع كبير قوي وساعدنا جامد قوي في ان احنا يبعت لنا الشركات اللي تعمل لنا طاقه شمسيه. ده في الحديقه المركزيه. الحديقه المركزيه فيها هتبقى جرين كلها خضره ونخل، واماكن ممكن نقابل فيها المواطنين، لان مجلس المدينه في قلب الحديقه. مجلس مدينه ذكي رقمي جديد، احنا ان شاء الله المفروض ان احنا نفتحه اليومين دول. الطاقه الشمسيه طبعا احنا ما بقاش في المكان ده لان بتاخد مساحه كبيره، فراجعين ورا شويه حتى منفصل على الطريق الدايري. ايوه، مخصصين، خصصنا لشركه طاقه 250 الف متر مربع عشان تعمل 20 ميجا وات. عشان تعمل 20 ميجا وات. في بعض الشركات الاخرى خدت 5 وفي شركه خدت 10، 3 شركات، شركه خدت 10 وشركتين خدوا 5. ادي 20 و20 طاقه، يبقى ادي 40 ميجا وات اضيفوا طاقه خضراء اضيفت لشرم الشيخ. كل ده احنا كان دورنا ايه؟ احنا كنا بنساعد، احنا اشتركنا في كل شيء تم على ارض المحافظه. طيب سيادة اللي حضرتك قلت مجلس مدينه رقمي، هل البنى التحتيه في المدينه كانت جاهزه لمساله الرقمنه دي؟ لا، احنا جهزناها. احنا جهزناها
بتقدر نوصل نتصل بوزارة الاتصالات نشوف النت فائق السرعة، نشوف مع وزير الكهرباء الطاقة الشمسية اللي هتبقى فوق المبنى بتاع المدينة، موقف المواقف اللي هتبقى موجودة في الحديقة مواقف ذكية كلها. عايز أقول لك الدراجات التشاركية برضو موجودة في المدينة. عايز أقول طبعا كل الكلام ده كله إحنا فكرنا فيه عشان خاطر نمشي مع العصر. المحافظة عملت في الحقيقة مع كل الوزارات شغل ولا أروع. يعني إحنا اشتركنا مع وزارة الكهرباء، مع وزارة البترول، ومع وزارة الاتصالات، النقل، التنمية المحلية، كل دول. طبيعة التواصل مع هذه الوزارات، هل كان في لجان مثلا مختصة من كل وزارة للتواصل؟ طبعا، يعني احنا مثلا لما نيجي نقول طاقه شمسيه كان يعني بيبقى في تواصل مع سيد وزير الكهرباء. بعد كده في الجنب تيجي تبص، في شركات بتيجي بقى عايزه تبتدي تشتغل، احنا بنوفر لها الاماكن، بنخططها لها، بنخصصها لها، بييجوا ياخدوا التصديق من وزير الكهرباء بيشتغلوا. وزير البترول انا عندي 13 محطه بنزين، حول لي 10 غاز، غاز وكهرباء برضو يعني هو اداني دعمني بمبلغ، قدرت ان انا احول ال 800 تاكسي الى غاز. ده تعاون بيني وبين وزير البترول. الحقيقه احنا كان لنا دور ان احنا في تقريبا كمان 120 اتوبيس بالغاز، ال 120 اتوبيس غاز و 140 كهرباء، 260 دول وزاره التنميه المحليه في الحقيقه وفرتهم 210، والنقل وفرت ال 50. في الحقيقه طبعا عشان تجيب الكم الكبير ده كله عايزه تخصصي ارض، عايزه تختاري مكان، عايزه تنقلي له البنيه، عايزه توصلي له الكهرباء، عايزه كل ده شغل المحافظه. عايزه تساهمي في ان المعدات تخش يكفي الجراج مثلا، الجراج طبعا السيارات. الجراج هو اللي بيشيل 140 اتوبيس مره واحده، بيخشوا يتشحنوا ويخرجوا. في ده تغيير شامل وجذري سياده اللواء في مساله وسائل النقل هنا في شرم الشيخ. احنا طبعا ما كانش عندنا نقل عام بالحقيقة، يعني كل كان عندنا مجموعه تاكسيات والعربيات الخاصه وعربيات السياحه. دلوقتي بقى اصبح عندنا اسطول، بس طبعا مش هيستمر معانا لان دي اتوبيسات جايه من العاصمه ومن اسكندريه ومن محافظه القاهره وكده. بس في اتفاق كده ضمني مع سيادة وزير الوزراء ان يبقى في جزء يستمر لمدينه شرم الشيخ حتى تصبح استدامه، حتى تبقى مستديمه. صحيح. وده انا 260 بالنسبه لي كتير كمدينه شرم الشيخ. انا لو 10 غاز و10 كهرباء كويس اقدر اشتغل بيهم. بالمناسبه كانت تجربه كويسه، والجميل كمان في الموضوع ان هي محافظه على الهويه البصريه لشرم الشيخ. بالظبط كده، بنحط حاطين عليها الادويه بتاعتنا، مش هي وبس، المطار، التاكسيات، كل العربات، المحطات بتاعت الركاب، كل ده عليه الهويه البصريه عشان خاطر تدي الانطباع لاي واحد يشوف الالوان دي ان يتاكد ان هو فعلا في المدينه الجميله، المدينه الخضراء، مدينه شرم الشيخ. طيب مساله سياحه المؤتمرات، ودي حاجه مش سهله ابدا، استقبال العدد ده من الضيوف اللي منهم رؤساء دول وزعماء دول، مساله مش سهله، والاستعداد ليها اكيد ما كانش سهل. ازاي استعدينا كفنادق وفي المطار من اول، يعني استقبال الناس في المطار لتسكنهم في الفنادق؟ تمام. هو احنا كان دورنا ان احنا نجهز مع وزاره السياحه الفنادق، نجهز البنيه الاساسيه المطلوبه في الفنادق، النت فائق السرعه اللي وزاره الاتصالات وفرته للفنادق، الطاقه الشمسيه عملنا مؤتمر كبير حضر وزير السياحه، البنوك جت قدمت قروض للفنادق عشان يدخلوا الطاقه الشمسيه، احنا كنا متواجدين. انما عمليه استقبال بقى الضيوف والكلام من ده، في لجنة من الشباب موجودة بتنظم، هي اللي بتنظم الاستقبالات، وهي اللي بتنظم عملية توزيع المدعوين دول كلهم على الفنادق. لا، العمالة داخل الفنادق سيادة اللواء ازاي تم تدريبهم علشان يستقبلوا حدث ضخم؟ احنا كان عندنا مشكلة في العمالة دي نتيجة للكورونا وقبلها سقوط الطيارة وكذا، انما احنا استشعرنا بقى إن السياحة راجعة، فبدأت الفنادق تجهز نفسها، بدأت الفنادق ترجع. في فنادق على فكرة ما مشيتش العمالة، اديتهم أجازة وكانت بتطلع لهم مرتبة، ولما عزوهم في الوقت زي اللي احنا عايشين فيه ده جابوهم، جم واتحركوا واشتغلوا. جم اشتغلوا واشتغلوا كويس قوي، واحنا عندنا خبرة حلوة قوي في المجال ده، وعندنا خبرة مديرين وإدارات كويسة قوي. صحيح، وفرصة كمان قدرنا نتغلب عليهم للعالم يا فندم.
طبعا فرصه كويسه طبعا بالنسبه طبعا فرصه حلوه طبعا ان هم يثبتوا يعني كيانهم قدام العالم كله. صحيح. وان احنا بنقول ان السياحه راجعه ان شاء الله. السياحه تمرض ولا تموت. السياحه باذن الله راجعه ان شاء الله باذن حاجه زي المؤتمر اللي بيتم ده في الحقيقه يعني بين الاشياء اللي تمت كل ده لصالح السياحه، كل ده لصالح الفنادق. طرق ولا اروع، الطاقه الشمسيه، الطاقه الخضراء، الطاقه النظيفه. وبعدين خلي بالك هيبقى في صراع بعد كده ان مفيش سايح هيجي دوله هيجي مدينه فيها تلوث. صح. وايه اللي يخليه يجي في مدينه فيها تلوث فيها؟ انما لا، لما انت تعمل بقى مدينه خضراء والعالم كله والنرسة الرئيس يقول ان شرم الشيخ اصبحت دخلت في نطاق المدن صديقه البيئه، ده اعلان للعالم كله. شرم الشيخ الدولي بقت مستشفى خضراء، اول مستشفى خضراء في اول مستشفى خضراء مستشفى شرم الشيخ الدولي في افريقيا، الثانيه بعد السعوديه. عايز اقول الكلام ده كله الناس بتقدره والناس كلها هتبتدي اللي عايز يجي مش هيخاف انه يجي، مش هيخاف من اي تلوث او اي حاجه. عشان كده احنا بنقول اللي بيتم في شرم الشيخ ده والبنيه الاساسيه اللي اتعملت في شرم الشيخ ده مش هتروح، مش هتضيع، وهيبقى لها مردود بعد المؤتمر. هيبقى لها مردود بعد المؤتمر ان شاء الله. طيب ست اللواء، جانب من نجاح هذا المؤتمر بيبقى ليه جانبين، ان احنا نتوصل الى اتفاقيات وده طبعا خاص بالزعماء والقاده، وجانب اخر هو عمليه التجهيز. مساله تجهيز قاعه المؤتمرات وتقسيم القاعات وتحديد منطقه خضراء ومنطقه زرقاء، هل كانت المحافظه بتساعد في حاجه زي طبعا دي؟ بص اجيب الاخر يعني فضلك. المحافظه اشتركت في كل حاجه حتى الطرق والخضرة والزرقة. يعني احنا طلب مننا 41,000 متر مربع اللي كان قاعة المؤتمرات، وضيف ليها 30,000 متر مربع كمنطقة زرقاء. ثم بعد ذلك نظرا للطلب الكبير طلب منطقة تانية. مين اللي عملها؟ مين اللي جهزها؟ مين اللي وضبها؟ المحافظة. مين اللي رصفها؟ الهيئة الهندسية. يعني مين اللي عمل كونكت مع بعض؟ المحافظه. كهرباء، مين اللي وصل الكهرباء؟ المحافظه. الميه وهكذا. فعايز اقول لك الدور احنا كلنا كان دورنا مع بعض. نفس الكلام برضو مع المنطقه الخضراء. انا يحضرني زياره رئيس الوزراء، يحضرني رئيس الوزراء لما جه وشاف المنطقه وفي الاول وطمناه وقلنا له يا فندم كل ده ان شاء الله هنشتغل فيه. جهات خدت الحديقه، وفي جهه الهيئه الانسيه خدت الخيم اللي اتحطت بره، الاماكن اللي بره، كل اللاندسكيب، وشاركنا احنا في اللاندسكيب وشاركنا في التطوير وتسويه الارض. كل يعني بص اي حاجه في شرم الشيخ هنا احنا اشتركنا فيها. محطات الكهرباء، محطات الطاقه الشمسيه، محطه شحن الاتوبيسات، كل الكلام ده المحافظه كانت لها دور فعال فيه. شغل بمقاييس عالميه سياده اللواء. بالظبط كده. الممشى السياحي، ممشى السلام السياحي، نقول ايه للعالم عنه؟ قال لهم يعني احنا دلوقتي عندنا مكان رائع. انا كنت بحلم. ما فكرته جت ازاي؟ فكرته جت ان احنا كنا بنسافر بره، بنحضر مؤتمرات سياحه بره، فكنا بنروح برشلونه بنلاقي حاجه اسمها رامبلس هناك، ممشى سياحي عالمي، بس الجزيره اللي في الوسط هي اللي فيها المحلات، على الجانبين في حارتين للعربيات. طب الشانزليزيه، رحنا الشانزليزيه شفنا الشانزليزيه تجربته ايه؟ على الجنبين في ممشي على الجنبين وفي محلات. احنا خدنا تجربه اللي سبقونا اللي هي تجربه الشانزليزيه، عملنا التجربه دي، قلنا اللي هيمشي معانا احنا ان يبقى في على الجانب الايمن ممشى وعلى الجانب الايسر ممشى، ونخلي الجزيره في الوسط لان الجزيره هتتكلف كتير وعايز نقل مرافق و و و. فاشتغلنا على الجنبين دول، عملنا كل محور من دول، لكل طريق من دول او ممشى من دول ثلاث محاور. المحور الاول عجل، المحور الثاني ممشى عرضه 17 متر، تمشي تلاقي مظلات، تتعب تقعد تحت المظله، اماكن لرمي المهملات موجوده، تقدر لو معاك اي حاجه تحطها في الصندوق وهكذا. المحور الثالث هو محور المحلات، محلات عشان تصرف على المكان، محلات تصرف لان الكلام ده في زرع وفي نخل اضيف وفي مناطق خضراء كتير اضيفت للممشى ده عايز يصرف عليه، المحلات دي هتصرف على الكلام ده كله. محلات بقى يعني حلوه جميله يعني في منتهى الايد، السائح اللي ماشي او المواطن المصري اللي ماشي يقدر يجيب حاجه، يقدر يجيب
من تي بي اس، من محلات معينه، كل ماركات حاجة ماركات كلها حاجات كلها محلات كل ماركات بالظبط، تخدم الناس كلها. فود كورت رائع معمول، عملتوا لنا ليلة هندسية، فود كورت رائع، مسرح فرعوني رائع، شلالات بتنزل مية عشان تطر الجو ولا أروع. الكلام ده كله اتعمل بعقول مصرية وبأيدي مصرية. أعتقد كمان تم مراعاة أهالينا من ذوي الاحتياجات وذوي الهمم. مظبوط، كل الطرق هتلاقي فيها رمبات بتاعت أولادنا ذات ذوي الهمم. كل هذه المجهودات يا سيادة اللي هو هي اللي خلت ضيوف مصر يشيدوا بقدرة مصر على تنظيم هذا المؤتمر. يعني السيد ألوك شارما وهو بيلقي كلمته الافتتاحية قبل ما يسلم مصر رئاسة الدورة الحالية أشاد بجهود مصر في تنظيم، هو ومعاونيه طبعا أشادوا بجهود مصر في تنظيم هذا المؤتمر، لأنه يعلم جيدا حجم التحديات التي تواجه تنظيم مؤتمر بهذا الشكل، خصوصا أن المنطقة هنا ضعف المنطقة اللي كان مقام عليها المؤتمر في السنة. دي حاجة. الحاجة الثانية طبعا شرم الشيخ كبري، شرم الشيخ 40 كيلو وعشرة كيلو عمق، كل دي مسؤولية. انت مطلوب منك انك تشجر الارض دي كلها، ومطلوب منك انك تنظف المنطقة دي كلها، ومطلوب منك انك توصل لغاية نبق. انا ببدأ من بوابة شرم لغاية نبق 40 كيلو، الكلام ده يعني اللي في نبق موجود في شرم. ونبق دي اللي هي المنطقة المدينة المنطقة اللي خلف المطار دي طبعا بقت ورا أروع ولا 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 أجمل، فيها فنادق عالمية. حصلت مدينة شرم الشيخ على الشهادة البيئية وكذلك فنادقها، تفرق في إيه القيمة المضافة لهذه الشهادة؟ بتفرق بره العالم، بره لما أنا يعني لما بتاخد الشهادات دي الناس، العالم بقى قرية واحدة، الناس كلها بتعرف، الناس بتشير في الخارج بيعرف إن هو هيجي مدينة صديقة للبيئة، نظيفة مش ملوثة، يقدر يعيش فيها، يقدر يتحرك فيها، يقدر يمشي فيها. حتى مراكز الغوص يا فندم حصلت برضو على مراكز. طبعا طبعا مراكز الغوص عندنا من من في عندنا مراكز واخده يعني في 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 المنظومه بتاعه جينيس ريكورد، واخده ارقام. يعني مثلا عندنا حوالي ثلاثة زونة من بتوع الغطس ليهم ارقام عالميه، بيجوا لهم من الخارج ينزلوا يغطسوا ويروحوا، بيجي ينزلوا يعملوا السفاري البحريه دي، ينزل عشان يغطس بس، يجي من المطار على المركب على السفاري، ويطلع من السفاري على المركب على المطار، بيقعدوا 3 4 ايام او 5 ايام يجي عشان يغطس في الاماكن العالميه اللي مشهوره بره. حلو يا فندم السياحه السريعه، وكمان في بعض انواع من السياحه تستهدف السائح اللي يقدر يشتغل عن بعد، فان احنا نجهزه ان هو يجي يشتغل طول فتره الصيف. لا في السياحه بقى كمان بتاعه الاسرياء اللي سياحه اليخوت اللي احنا بنعمل دلوقتي منها يخوت، ده اللي كان ناقصنا. احنا بنعمل دلوقتي مين هيخوت ان شاء الله على الغرار العالمين الجديده على... وجونا لأن... وكذلك، لان سايح اليخوت ده سايح غني، يجي مش عايز اقول لك يعني يجيب حاجته، بيجيب كل اموره، بيجي يقعد حتى التراكي او بيركن اليخت بتاعه ده بفلوس. في طبعا هيبقى على المارينا دي بعض القصور وبعض المباني، هيبقى يجي يقعد ويأجر حاجه سياحه بتجيب الدخل كويس. صحيح. زي سياحه المؤتمرات كده. سيادة اللواء، خلال الأشهر اللي فاتت من وجهة نظر حضرتك الدروس المستفادة لأي مدينة عايزة تتحول لمدينة خضراء، أكيد يعني حضرتك وفريق العمل عندكم ما يقال عن هذا، لأنه اللي حصل في شرم الشيخ الحقيقة يعني حلم كبير لأي حد. أي مدينة هنا في شرم الشيخ، أي مدينة في مصر ممكن تبقى مدينة خضراء، مدينة صديقة للبيئة، إذا توفرت الإرادة والتحدي، لان احنا اتحدينا انفسنا، احنا اخبرنا ان احنا نستقبل حاجه عالميه، 120 رئيس، 30,000 يعني الموضوع كان كبير، والواحد يعني الثقه بتاعه الدوله اللي هي حطت ثقتها فينا عشان المؤتمر ده ينجح ويبقى بالمنظر اللي انت شايفاه ده، ده كان عبء عبء جامد علينا، ان احنا انما اتحدينا انفسنا وكان عندنا اراده قويه. احنا كنا بنمر أربع مرات في اليوم، المحافظ كان ليه أربع مرات بيمر فيهم على المدينة في اليوم. قلت لك مدينة كبيرة 40 كيلو، مدينة كبرت، مش خليج نعمة و... صحيح. والمطار، لا المدينة اليوم عندنا مشروع، لا 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 المدينة كبرت قوي، شرم الشيخ كبرت، وشرم الشيخ دلوقتي تقدري تاخدي بتاع نص 35 دي عشان تمشي بس توصلي لغاية نهاية النبق، مش أقل من 35 40 دقيقة. فعايز أقول لحضرتك وطرق جديدة اتعملت وطرق عرضيه اتعملت وكباري اتعملت، كل ده عايز اقول لك المدينه كبرت. صحيح. في الحقيقه يعني فلازم الاراده ولازم التحدي والعمل كفريق.
ومش في جزر منعزلة. كنا بنشتغل مع بعض، نعمل مؤتمرات ونقول هنعمل ايه الاسبوع ده وننزل نعمل ونمر ونتابع. دي نتيجة فندم واقعية لتضافر كل بالضبط كده. بالضبط كده. حتى الدولة يعني أنا عايز أقول دور الحكومة. صحيح. كل الوزراء، كل الوزارات، سيد رئيس الوزراء كان على طول باستمرار في المدينة، الهيئة الهندسية اشتغلنا مع بعض، جيش وقطاعات مدنية كتير اشتغلنا مع بعض. وده سر نجاحنا في تنظيم هذا المؤتمر. عشان كده ظهر اللي حضرتك شفته. شكرا جزيلا ليك يا فندم، بنشكر سيادتك سيد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، والف مبروك مره ثانيه على خروج هذا المؤتمر بهذا الشكل اللي يليق باسم مصر. شكرا جزيلا سياده اللواء، ودايما مدينه شرم الشيخ مدينه السلام، المدينه الخضراء تكون في قلب العالم. شكرا جزيلا سياده اللواء. انا اللي بشكر حضرتك وبشكر محمد بيه على اساس ان احنا الشعب لازم يعرف المجهود اللي تم، ولازم يعرف انه يقدر. الكلمه دي بختم بيها. صحيح. نحن نستطيع. الحمد لله. شكرا جزيلا سياده اللواء.